واللي واحد يؤدي صوله عرفت يخلص. ننتقل كلنا كورال، الكورال ما هو كلنا نفس الطبقه، لا كورال واحد جواب عرفت، واحد هارموني، واحد الطبقه العاديه. يلا يلا الفقره بدات كلها بعد عادي يا رجال، بيجي من الله خير وتشوف بعدين النتيجه. اوه في النهايه يعني اصلا كونك من السبعه بحد ذاتها حلوه، هي حلوه ايا كانت النتيجه. انا اقول لك انا والله ما والله العظيم دقين علي امس اربعه او خمسه قسما بالله في التصويت. اي قلت الموضوع يعني ما عندي ابغى له خلاص، نزلتها سناب شفت انستغرام وتويتر عندي خلاص، وانجت الله يحييها ومرحبا والله مليون، والراحه الواحد من الشباب والله انه يستاهل. وانت ما كنا نوصل الاخير في هذه النتيجه، وصلنا نوصل 12 في النهايه زي ما قلت كل ال 12 حيوصلون لنهايه البرنامج ان شاء الله. اتفرق بين الاول الثاني الثالث، لكن في النهايه ما في احد بيطلع يعني عشان تقول والله الحمد لله. الحمد لله ما حد طالع برنامج، لكن قصدي انا انها تفرق نهايه البرنامج. مو تفرق نهايه البرنامج يعني، يعني عندك 14 مخالفه، بس عندك كم؟ 14 مخالفه كثير، بس عندك كم؟ اعلى واحد في البرنامج الرضا. وش المخالفات؟ عطني مخالفات بررها لي. هو ده اللي يقوله انا، اذا انت صادق تقولها يا دار برر لي اياها. 14 وين جايبها؟ المفروض تصير مكتوبه كذا يعني، حتى اذا ما بتقول لي التاريخ ولا الوقت ولا توريش المخالفه اكتب لي بس زي البنود التقييم، حط لي بس كذا مخالفه كذا مخالفه كذا مخالفه كذا. ايوه وبنود خلاص انا بعرفها والله، متذكر سويت زي ما سويتها بيرض ما اشوف. 14 يعني انا اكثر واحد مخالفات البرنامج على ايش؟ عشان اقدم لك ريالتي، عشان اشيل لك بث، علشان محيي لك بعد الله والشباب محيي البرنامج، تجي تقول لي خصم ما خصم كذا كذا، انت قفلت خلاص بكره ولا بعد والله العظيم عشان الجمهور، ولا والله العظيم اقدر اجي واحط كذا واسولف واضحك مع واحد لكن لا سلطان ما راح تغير شخصيته سواء خصم ولا ما خصم، ريالتي باقي باقي، واللي يجي مرحبا به والله القادم احسن. صدقني ما راح اغير شعره في ريالتي باذن الله، هذا احسن شيء والله. انا بالنسبه لي يخصم ادخل برايم، ادخل برايم ما عندي اي اشكاليه، ادخل برايم ادخل برايم. اللي فاير طلع من عند الباب قبل شيء الصوره. انا توقعت زمان، توقعت الاسبوع والله اني امس جالس وانا انتظر بس متى يقول اسمي، اقسم بالله صدمت. انا الاسبوع كله منضبط اذا يبغونها انضبط يعني، حتى في اشياء انت شايفني، انت انسان شايفني في الشقه وشايف ريالتي الفعلي، وانا انسان جالس منضبط هنا مو جالس اطلع كل ما عندي عشان مخالفات. اللي لو بطلع بالشخصيه الفعليه حيشوفهم مخالفات. ايش اللي صدمني؟ اني منضبط طول برنامج هم اللي يخصمون علي كذا من دون ما ادري كذا، كل ما ساك ابو رزاقه صنفت في راسهم قال ابو رزاقه تعال خصم، خذ الخصم وامشي. ابو رزاقه ما ادري كم خصم عليه، ايش رايك؟ ايش رايك في هذه الحاله؟ لا تقعد تتكلم، حن عليك ابو رزاقه. خصموا علي لو معي بصير اعطيك يا رزاقه من اللي عندي من درجاتي، ولا تخصمون علي ولا يخصمون عليك. ايش ليه ليه ليه؟ ابي اشوف ينشف مع الشمس ولا هذا غلط غلط غلط. يقول اسمع انت وياه يا رفيقي، بس حاجه واحده بس ولا تحزن تكفى. صب شاي. تبى شاي؟ ايه يا رفيقي تصبر حاني وقت الوداع، واتكل بالله اللي